المداخلة الأولى تفضل. يعني أولا أنا معترض على تقسيم الوقت، أعطوا غزة وقت أكبر لأنه فيش مداخلات من غزة، هذا أولا. ثانيا مش عندي أسئلة، عندي تعقيبات سريعة. أولا بالنسبة لورقة فيصل، لا أملك إلا أن أثمن هذه الورقة وأتفق معها، وخاصة هذه الروح النقدية والالتزام العالي الذي عبرت عنه هذه الورقة، وأبرز الفكرة التي طرحها بأن المطلوب من القليل الموجود، القليل المتفرق والذي لا يزال يعني يعطينا أمل بالنهوض، مطلوب وصله ببعضه البعض. وأنا يعني من موقعي كعضو سابق في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو حالي في القاعدة، أقول أن القوى قوى اليسار بشكل خاص ومنظمات المجتمع الأهلي التي تنسب نفسها للمعسكر الديمقراطي. الجميع بيسألك هون أخ جميل، بأي قاعدة؟ بأي قاعدة؟ وضح وضح. لا قاعدة الجبهة. أقول أن هذه القوى ومنظمات المجتمع الأهلي التي تنسب نفسها للخط الديمقراطي مطالبة فعلا بإنهاء هذا البطء وهذا التردد في السعي للوصل فيما بينها، لأنها تتصير تدريجيا إلى عامل معرقل لنهوض الجديد الذي يمكن أن يشكل ضمانة للمستقبل. ولهذا أتوجه للجميع بأن يلتقطوا هذه الفكرة ويبدأوا في العمل من أجلها، هذه النقطة الأولى. بالنسبة للدكتور أحمد عزم، يا دكتور، يعني أنا استوقفتني الحيادية شوي فيما قدمت. أنا أعتقد أن المثقف والأكاديمي الفلسطيني مطالب باستحقاق أكبر من أي مثقف وأكاديمي آخر، الروح النقدية وروح الالتزام. هذه ملاحظة، أرجو أن يكون الاستعجال هو الذي ولد لدي هذا الانطباع. المسألة الثانية، أرجو أن تدقق في ما أسميته الأيديولوجيا وبشار الأسد والقذافي. القذافي يا دكتور أحمد سقط عندما تخلى عن الأيديولوجيا، والتمسك بالأيديولوجيا هو عامل من العوامل التي تفسر صمود بشار الأسد حتى الآن. أخيرا يا أستاذ جورج، وأنا يعني مش مختلف مع الوجهة العامة لورقتك، لكن بقول لا نخشى من تركيز على الوضع الداخلي في الأقطار العربية، لأنني أتذكر جيدا كلمة لبن غوريون عندما قيل له أن الضباط الأحرار يركزون على بناء مصر، قال هذا أسوأ خبر سمعته في حياتي. أختم فأقول أن التفاهمات بين الإخوان المسلمين وأمريكا ليست جديدة. اليوم 28 سبتمبر ذكرى الانفصال بين مصر وسوريا، وأعتقد أن للإخوان المسلمين والولايات المتحدة الأمريكية والتفاهم فيما بينهما كان أحد العوامل التي مكنت الانفصال من النجاح. هذا حتى نستحضر التاريخ دائما ونعرف كيف نوصل حلقات التاريخ بعضها ببعض لنحسم خيارنا باعتباره خيارا وطنيا ديمقراطيا تقدميا لا يمكن أن يستقيم إلا إذا كان معادي للإمبريالية الأمريكية ولا فيها. شكرا. شكرا أستاذ جميل. أستاذ حسام. أستاذ حسام. حسام أبو النصر، حقيقة أنا كنت أود من المتحدثين توضيح خاصة في هذه الجلسة المهمة أنه تبعات التغيرات السياسية، هل باعتبار أنه أوسلو باقية أم انتهت؟ هذا كان الأساس للتوضيح لكل الأوراق المطروحة. بدي أدخل على طول على بالنسبة للدكتور فيصل الحراني، حقيقة في أشياء غابت عن الورقة وهي ورقة مهمة. كان بهمني أنه مثلا وصف حالة التحركات والحركات وغياب الارتباط المباشر لها بالقضية الفلسطينية، وهو كان أساس عنوان الورقة وتأثيرها وتأثرها. الموقف الواضح لهذه التحركات سلبا وإيجابا، وهي غالبا سلبية لحد الآن وسطحية، لأنه بعتبر أنه الحكومات المستبدة كانت موقفها أوضح تجاه القضية من ما هو عليه الآن. كان كمان في غياب من موقف قيادات الثورة في تونس وفي تونس ومصر وغيرها، كان المفروض يكون هناك توضيح لموقفهم
باعتبارهم قيادات بارزة، ولكنهم يتجنبوا الحديث عن القضية الفلسطينية باعتبار أنها بتشكل عبء لتغيير واقعهم، وأنها ليست عامل مساعد في الوقت الحالي، والتحجج بموضوع الانقسام. كمان كان نفسي نسمع رؤيتنا إحنا تجاه التحركات الموجودة على الأرض. يعني أنا بقول أنه رؤيتنا كان ممكن توضح وتأثرنا بهذه التحركات، باعتبار أن هناك ثلاث ثورات يجب أن تحدث: ثورة ضد الانقسام، وثورة ضد الفساد، وثورة ضد الاحتلال. بالنسبة للأخ الدكتور أحمد عزم، تعريفه للحركات الصاعدة أنا كنت أتمنى أن يكون أوضح في موضوع التعريف، وهو كان شمولي في تعريفه. أنا بعتبر أنه كان المفروض يكون في هناك إسهاب في تنوع، لأنه أنا بقول أنه هناك غياب كمان لهذه الحركات للوعي التاريخي بالقضية الفلسطينية والسياسي، باعتبارها حركات شبابية تحررية في الوقت الحالي. فهناك غياب مفتعل كان طوال السنوات السابقة من الحكومات المستبدة، فكان المفروض يكون هناك توضيح. وعموما الدبلوماسية الخبيثة لهذه الحكومات المستبدة تستطيع الرد أقوى من الثورات الموجودة بشكل الحالي. ذكر الإخوان المسلمين باعتبارها من الحركات الصاعدة، لا، هي مش حركات صاعدة. الإخوان المسلمين من الستينات هي صاعدة للحكم في الوقت الحالي، لكن هي تعد سابقة وتاريخية. لم يكن هناك تفصيل للحركات التي ظهرت. اختصار إذا ممكن أستاذ. اختصار آخر شيء، تأثرها في مصر وتونس وليبيا. يعني كان بدي يذكر لي مثلا نماذج من التحالف مثلا الشعبي في مصر، 6 أبريل مواقفهم، مصر القوية، تونس. يعني أنا كان بدي يذكر لي حركات معينة ونماذج معينة. أنا بدي مش حقدر أرد على ورقة الأخ جورج لأنه الوقت. شكرا، شكرا لك دكتور أسعد إذا ممكن. آخر واحد دكتور جقمان والإخوة، من هو يعني صاحب القرار فيما وصلت إليه الأمور، إلى ما وصلت إليه فلسطينيا، ومن هو صاحب قرار استئناف المفاوضات؟ شكرا. مداخلة الأستاذ عمر شعبان إذا ممكن. مساء الخير للجميع، للأستاذ الصديق فيصل. توصيفك لوظيفة السلطة وأنه انتقلت من مشروع سياسي يحمي مشاريع الشعب الفلسطيني إلى مشروع يحمي مصالح فئات محتكرة. قرأنا اليوم عن الصراع في واشنطن، ليس عن التفاوض، ولكن حول جلب استخدام المفاوضات كغطاء لمصالح اقتصادية احتكارية. أرجو منك توضيح كيف نخرج من هذه الأزمة، كيف نعيد المشروع الوطني، كيف نعيد السلطة إلى دورها كحامية للمشروع الوطني الفلسطيني. سؤال آخر للدكتور جورج قمان، أين نحن من الربيع العربي؟ يعني هل هناك ربيع فلسطيني قادم أم لا؟ شكرا. شكرا أستاذ عمر. مداخلة أخيرة من غزة للدكتور فؤاد، تفضل. يعطيك العافية. ملاحظتي أيضا على ورقة الدكتور جورج جقمان بخصوص الربيع العربي. أنا بعتقد أن الشعب الفلسطيني هو طرح إمكانية حدوث انتفاضة، وأنها قد تكون هدية لسوريا وإيران. أنا بعتقد أنه يمكن في هذه اللحظة انتفاضة عربية هي يمكن في الوعي الجمعي الفلسطيني محاولة انتحار، لأنه دائما الشعب الفلسطيني ينتظر عمق العربي وعمق الإسلامي ليستنهضوا أو يستنقذ به أو ما أشبه ذلك. لكن في هذه اللحظة والمذابح في العالم العربي والثورات، قد لا تكون اللحظة الصحيحة لانطلاق الواقع الفلسطيني بدون أي حليف أو عمق عربي. شكرا. شكرا. إذا نكتفي بهذا القدر من غزة لضيق الوقت، وعودة لك دكتور مجدي لاستكمال النقاش لديكم. شكرا. شكرا أخ حمدي. شكرا. طيب احنا راح ناخذ يعني مجموعه قليله من الاسئله اذا ممكن، بدون اطاله. والله يا ريت، هذا شيء بينكم يعني نظموه، انه اللي تحدث امبارح او صباحا يعني يعطي، خاصه انه في عندنا جلسه لاحقه راح تكون طويله وفيها مداخلات ممكن تساهموا. طيب يلا دكتوره فتحيه ويعني الاخوه بالمقدمه هون، بس أسئلة سريعة. إذا ممكن الميكروفون، هاي رأيتي من تحرير القدس. بصور هذا الشعار عالمي كمان، مش يعني الشعار ارتبط لأنه بالقضية الفلسطينية، لأنه القضية قضية القدس هي قضية كل الدول الإسلامية،
وشكرا كثير كثير للاستاذ فيصل الحوراني على خلينا ناخذ من الشباب برجع يعني طب تفضل بس في اخوه تفضل. انا صحيح بدي اسال يعني اسئله سريعه فيما يتعلق بالاستاذ فيصل الحوراني. حكى جمله مهمه قال انه الحراك الديمقراطي كان يعني ابرز في الدول العلمانيه او القوى العلمانيه من الدول التي تحتكم لمبادئ السماء. الحقيقه هذه يعني تحتاج الى اعاده نظر لانه الدول تحتكم لمبادئ السماء اول شيء لا تحتكم لمبادئ السماء اي واحد قاعده. الشيء الثاني انه الامور مرهونه بامور اخرى اللي هي البعد الامني التشدد الامني الاقتصادي مش مربوطه بالسماء او غير السماء. شيء اخر نلاحظ بعد ثوره يونيو في مصر انه التركيز على البعد القومي رفع صور عبد الناصر مش عارف ايش كذا. هل هذا مجرد تكتيك ام ثوابت؟ واحنا لازم نبني موقفنا على هذا الكلام رغم انه هناك هجمه اعلاميه مصريه على فلسطين بالذات في هجمة نخب المصرية الإعلامية في هجوم ساحق على مين على القضية الفلسطينية وهذا لا يبشر باتجاه قومي وغير اتجاه قومي. السؤال الثالث من الموجه اللي هي يعني فيش أحد من المتكلمين الأفاضل تكلم عن دور الجامعة العربية كإطار رسمي وهذا مهم جدا. ضعف الموقف الجامعة العربية قوتها شو كيف كنا هذا يعني تجاهلناه. آخر سؤال حقيقة أنا بدي اللي جاوبوا عليه بصراحة وكاملة ما موقف خاص للأستاذ فيصل يعني السؤال من جلسة الأستاذ فيصل ما موقف يعني ما سر موقف القوى العلمانية من الانقلاب العسكري المصري من يكون ممكن يكون ثورة ممكن يكون هذا في اختلاف بس هو الحقيقة آخر مطاف هو بعد أمني وحكم بس أمني بس ما هو أنت عم تسأل وتجاوب نعم. خلي لفيصل يجاوب بعد جاوبت على السؤال أعطي للأخ السلام عليكم أنا اسمي عبد الفتاح غانم بدي أوجه تحية لشعبنا في مصر اللي أعاد الاعتبار للحلم العربي اللي جسده الرئيس عبد الناصر اللي بيصادف اليوم الذكرى 43 لوفاته. وبدي كمان أحيي الشعب الفلسطيني لأنه بدون عمق عربي يحمي القضية الفلسطينية ها نحن نرى كيف نعيش. بدي بس من شأن الدكتور جورج أنا مش خايف على مستقبل مصر. الحراك اللي بينزل فيه 33 مليون أكبر حراك في التاريخ أنا مش خايف منه وفيش عودة للأمن ولا لأجهزة الأمن. في تخريب بتم في مصر في تخريب في سيناء ساهمت إسرائيل من بعض الطرق اللي كانوا يصلوا لسيناء من عند إخواننا الإسرائيليين لسيناء هؤلاء المتطرفين والتكفيريين. نقطة أخرى بالنسبة لأخي فيصل ذكرني بشغلة لمعين بسيس إن قلت مت وإن سكت تموت قلها وموت. إنه إذا فاوضنا مضروبين إذا ناضلنا مضروبين إذا نمنا مضروبين. لا أنا مع إنه مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي هو أول عامل ممكن ينقذنا من الحفرة اللي إحنا فيها وشكرا. شكرا أنا شخصيا شايف إنه الموقف حاليا كالتالي ما حدث في مصر بعد 30 يونيو هو هزيمة واضحة للأحزاب الإسلاموية في العالم العربي والإسلامي وهو بداية. وبالتالي الأنظمة الدكتاتورية التي اختبأت خلف بعبع الأنظمة الإسلاموية لن تستطيع أن تفعل ذلك ثانية. وهذا مؤشر أراه جيدا جدا لصالح القضية الفلسطينية. وأعطف عليه بما حصل حاليا من اتفاق حول سوريا وأسلحتها الكيماوية وما يحصل حاليا من وضوح استعداد إيراني للتعامل مع ملفها النووي. أنا أرى وأرجو تعليق من الإخوة المحاضرين أنا أرى أن الفترة القادمة هي فترة ذهبية لتصبح القضية الفلسطينية مرة أخرى رقم واحد في أجندة العالم. وما يقوم به الاتحاد الأوروبي من مقاطعة إسرائيل والتلويح والتهديد بمقاطعتها هو واضح. إذا أحسننا إدارة ملف أوسلو اللي صار له 20 سنة بيتآكل قد نقطف ثمار جيدة. أرجو تعليق المحاضرين وشكرا. شكرا زميلنا. شكرا لكم العافية. تعليق على العنوان أنه مش اتفاق أوسلو لأنه
اللي كتب الاتفاق الإسرائيليين وإحنا وقعنا عليه بدون نقرا للأسف الشديد، مؤامرة أو نكبة أوسلو. إنجازات أوسلو للشعب الفلسطيني، زيادة المستوطنات، الفاسدين، إني أنا اللي كان معي في السجن يجي يعتقلني كرأي عشان رأيي الشخصي، إذا أنا بدي أفتح مشروع لازم نعرف منين جبت المصاري، يعني اللي استفدنا من أوسلو إنه زي حسوا حالهم من الجماعة إنه خلاص إحنا نرجع بأي ثمن نشتغل مع اليهود ما ننسق أمني، المهم نرجع أرض فلسطين. فالاستفادة الشعب الفلسطيني هذا هو حق العودة، ما فيش حق عودة، دولة فيش دولة، الاستيطان شغال، الجدار شغال، السلطة مش سائلة، ممنوع تتظاهر، ممنوع تطلع مسيرة، سواء كنت يساري كنت فتحاوي كنت حمساوي شعب إلى آخره، ممنوع تقول هذه السلطة فاسدة، هاي السلطة عميلة، هاي السلطة كذا. الشباب فيش شباب موجودين، اسألوا نفسكم ليش فيش شباب كثير؟ ليش؟ لأنه المتحدثين في المؤتمرات حتى اللي بيكونوا قاعدين على الاحترام الشديد مش كلنا شباب. كلنا شباب ماشي، بدنا الشباب اللي عمرهم في العشرينات الثلاثينات يحكوا عن حالهم، يحكوا شو 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 رأيهم في اتفاق أوسلو. بدنا حضور جماهيري، بس عشان هيك الحضور معظمه مش من الشباب، يعني الشباب الفئات الصغيرة، فلازم تعيدوا النظر بمشاركة الجلسة الشباب. الأخيرة في إبراهيم الشقاقي كمان. بسيط يعني واحد. أيوة هذا هو. بالنسبة لأهلنا في غزة للأسف مش بس إسرائيل بتحاصركم، جيش السيسي عمال بحاصركم، والسعودية والإمارات بتحاصركم أهلنا في غزة. وأنا بقول صدام الله يرحمك، بس أنا بقول الله يسامحك لأنك أنت ما حركت الخليج، ما حركت الخليج، لأن الخليج هو سبب نكبة الشعب الفلسطيني. أعطيتك والله أعطيتك أكثر من أي وقت. هنري كيسنجر قال كلمة في حرب 73، قال بقول إنه إذا سقطت إسرائيل أنت فيش لك مستقبل يا ملك يا فيصل وزير خارجية السعودية. شكرا، هذا هو الوطن العربي. شكرا الفكرة. والله هون المايك إذا ممكن مع التعقيب أو السؤال الأخير هذا. تفضل عمو. مفتوح 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 جاهز. والقائمين على والقائمين عليها، ولكن لفت نظري أن في كل الجلسات السابقة لم يأتي أحد على ذكر مستقبل فلسطين بعد 20 تخصصوا باستثناء جلستكم. ما هو احنا تخصصوا في اتفاق أوسلو واتفاقيات أوسلو والتفاصيل، نحن لم نأتي لمناقشة تفاصيل اتفاق أوسلو على أهميتها وخطورتها، ولكن عنوان هذه الندوة هو مستقبل القضية الفلسطينية. أشكركم على أنكم تناولتم هذا الموضوع، ولكن أريد أن أقول أنني بكثير من الحزن ألمس تراجع البعد القومي للقضية الفلسطينية بعد الحراك العربي. مثل أمامنا بتونس لا شيء، بليبيا لا شيء، بمصر لا شيء، لم يأتي في بيانه على ذكر فرنسا وحتى الإخوان ما كانوا ملتزمين بالموقف. وإذا كان هناك من يعني من خطأ أو مسؤولية نحن نتحمل، لأننا كان يجب أن نتحرك بسرعة موقع نحو موقع كل حراك لنثبت بعد القضية الفلسطينية في الصعيد العربي. يخطئ البعض في الصعيد العربي عندما يطرح مفهوم الإقرار الوطني الفلسطيني المستقل. يجب أن نؤكد أن هذا لا يعني أننا نستقل بقرارنا الوطني المتعلق بحقوق شعبنا ونضالنا، وإنما طلبنا أن نستقل في إدارة شؤون المنظمة لا أكثر ولا أقل. وشكرا. طيب نعطي مجال للزملاء يعقبوا ويجيبوا على بعض الأسئلة، وأبدأ مع أستاذ فيصل. يعني عندنا 15 دقيقة، فبالتالي 5 دقائق لكل في دقائق 5 لا يمكن الإجابة على الأسئلة. أشكر الذين قرضوني وخاصة أصدقائي وإخواني في غزة. يعني أنا لذلك قلت الورقة يجب أن تقرأ لأنه فيها إجابة على كثير من الأسئلة اللي
طمسها الإيجاز. أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط خاصة بالشأن الفلسطيني. النقطة الأولى أن قضية فلسطين، هذا الصراع المحتدم منذ أواخر القرن ال19، له حين يتعلق الأمر بفلسطين خصوصية خاصة لا تركب على أي ستاندرد يستخدم، وخاصة فيما سمعته أمس واليوم. قضية كثير خاصة فيما يتعلق بوضعنا الراهن الآن. مثلا أنا يدهشني الذين يتحدثون عن التنمية، وهي بأسلوب صحيح أو غير صحيح، لا يمكن أن تكون تنمية في سجن، ونحن أيها الإخوان في سجن. ولذلك نحكي، خليني أحكي بالأشندري، على قد الحال، على قد الحال اللي إحنا فيه. هذه نقطة. النقطة الثانية أن عمل القوى المهيمنة أو المتنفذة الحالي ما عادش خلق مؤامرات أو اعتماد على عميل أو وضع سلطة عميلة، بيخلق ستاند، بيخلق موقف، بيتعب عليه ثم بيترك الضحية في داخله. وأنا أشرت إلى هذا الموقف عندما قلت أنه الشعب الفلسطيني وضع في محشر لا فكاك منه يا أخي يا عمر شعبان. إذا اعتدلنا سنخسر. إذا ذكرت كل هذا، ونحن الآن في يعني المحشر الذي وضع، الستاند الذي يضع فيه الشعب الفلسطيني يشكل نموذج لما يمكن أن أقصى ما يمكن أن يتعرض له شعب من الشعوب المستضعفة. النقطة الثالثة العلمانية والغيبية وصلتها بالديمقراطية. أنا واحد من الذين يؤمنون بعلوم الاجتماع وقوانينها. لا يمكن أن تنشأ أوضاع الديمقراطية البرجوازية بدون أن نصل في التطور إلى المجتمع الصناعي، لا يمكن. حكي فاضي باختصار. لكن اللي بيشتغلوا الناس الحريصين على هذا هو الحرص على التوجه في هذا الاتجاه. في حالتنا يضاف إليه العمل الوطني، يرتبط أيضا بهذا الاتجاه. فلا حديث عن ديمقراطية إلا إذا كان إما تلفيق وإما تفكير رغبي. ولذلك هل ما حصل انقلاب أو غير انقلاب كل دون المستوى. يعني الإخوان المسلمون أصلا موقفهم المبدئي الشرعي من السماء وليست من الأرض، وبالتالي خارج البحث في الديمقراطية. سميها ما شئت، الشورى، لكن ليست هي الديمقراطية اللي بيحكوا عنها الآخرين. السيسي عمل الانقلاب ولا السيسي إجا نتيجة وضع، هذه تفصيلة لا أنشغل أنا الآن في هذا الجلسة الآن فيها. هذه تحتاج إلى ندوة من نوع خاص. ما عندي فرصة أجيب على الأسئلة اللي سألت عليها، لكن أعتقد أني أجبت على ما يمكن أن تفعل السلطة. لا يتعلق الأمر لا بالنوايا ولا بطبائع الناس اللي موجودين. يعني لو كنا في أمثل حالاتنا، لو كنا خالين من كل أنواع الفساد، وأنواع الفساد عندي ليست المالي الأولى منها، أهم فساد هو فساد الرأي. الرأي الصحيح ممكن يوفر مليار دولار في عملية، والرأي يخرب مليار دولار بدون ما يسرقهم حد. فساد القيم، فساد إلى آخره. بيجي آخر شيء في اهتمامي أنا الفساد المالي اللي هو تحصيل حاصل. فما في أمل بأنه هذه السلطة مهما كان الرأي فيها، ومع وجود أو عدم وجود ذوي النوايا الطيبة فيها، لا أمل بأن تخرج من المحشر الذي هي ساهمت في وضع نفسها فيه، لكن ليست هي التي صنعت. جاءوا بأوهام، الذين جاءوا بأوسلو جاءوا بأوهام، تصورات عجيبة على نمط السادات. عزيزي، لا هو ما كان يقول هنري صارت عندنا صديق رابين. وهنري ليس عزيز على لمصر، ورابين ليس صديق لأي فلسطيني. رابين جزء من ماكينة الاحتلال الاستيطاني الأقبح من أي احتلال في تاريخ البشرية. نرجع للحالة الخاصة، الوضع الفلسطيني له حالة خاصة يناقش ضمن ظروفه. لذلك أنا لا
يعني لا أجيز لنفسي أن أفكر تفكير مجرد، دائما الفكر بده يرتبط في الحالة الفلسطينية بالمسار التجربة اللي ساعة بساعة. وأعتقد هيك أجبت على الأسئلة اللي وجهت لي. شكرا لك. شكرا أستاذ فيصل. دكتور أحمد تفضل. سأبدأ بالسؤال الأخير أو الحديث الفكرة الأخيرة حول القرار الوطني المستقل وحول مستقبل قضية فلسطين وتراجع البعد القومي العربي. في الواقع باعتقادي نعم، يعني جزء من الورقة اللي كنت بحاول أوصلها في النهاية إنه التفاعلات اللي حدثت أثناء الربيع العربي بأنه يعني ما حدث في الخمسينات وفي الستينيات يتكرر الآن. لا يمكن المراهنة والانتظار، لا يعني ذلك الانفصال عن لا يعني ذلك الانفصال عن العالم العربي. ربما تحدث فيه دكتور جورج هو الجواب بأنه علينا أن نبادر. لن يتحرك الشارع العربي معنا إلا عندما نحن نبادر. لن ننتظر من الشارع العربي، لن ننتظر الحل العربي، لن ننتظر أن يكون هناك أنظمة عربية جديدة تبادر لحل قضيتنا. لا، نحن نصنع الحدث ونحن من نأتي بالمساندة. وهذا هو أعتقد أهم درس من دروس الربيع العربي، بأنه كل الحديث عن الحلول الأموية توقع القوى الخارجية ومساعدتها لنا غير واقعي. الحديث يمكن بعرفش أستاذ جميل مجدلاوي إذا بتسمح لي نوع من الممازحة، يبدو أنت تركت الأيديولوجيا لما تركت الجبهة الشعبية، أو أن الجبهة الشعبية تركت الأيديولوجيا، مش عارف واحد منكم. ولكن يعني باعتقادي مراهنة بشار الأسد على الأيديولوجيا على الأقل، يعني أنا لم أقول أنه تركها، ولكن باعتقادي المراهنة بأنها أنها ستكون عامل كافي للحفاظ على الوضع في سوريا لم يكن دقيقا. بالنسبة للأسئلة أظن حسام كانت هل أوسلو باقي أم انتهت؟ اعتقاد الدكتور رائف صباحا أجاب عن هذا بشكل جيد. لا يوجد شيء في التاريخ ينتهي، هي عملية يتجاوزها التاريخ وتنشأ ظروف جديدة. تعريف الحركات بحاجة لإسهاب أنا أتفق معك، ولكن لا يمكن بهذه العجالة أن نقدمها. الحركات الشبابية لا تعرف عن القضية الفلسطينية كثيرا، باعتقادي يعني نقطة جديرة بالاهتمام والمتابعة. أما الإخوان ليست حركة صاعدة بالفعل، يعني يمكن أنا إذا ما بعرفش إذا كانت السلايدات الباوربوينت عندكم واضحة، أنا سميتها القوى الجديدة القديمة، وبالتالي بالعكس هي جزء من منظومة قديمة، وهذه مشكلة. وباعتقادي أيضا بأنها إذا أنا كنت تحدثت عن المرحلة الأولى بأنها مرحلة تتحدث عن ما بعد الحداثة وتراجع الأيديولوجيا والأحزاب، فأنه ما حدث في الانتخابات هو نوع من النكسة لهذه لما بعد الحداثة ولنظرية ما بعد الحداثة، بأنه عادت قوة أيديولوجية وقوة قديمة. بالنسبة لموضوع ما حدث للإسلاميين هزيمة، يعني أنا أتوقف قليلا عند ذلك، يعني أتوقف لأكثر من سبب. الأولا أنه يعني لم تنتهي الأمور بعد. أيضا ربما كفلسطينيين ربما كان لدينا دائما موقف بحاجة أن نتذكره بعدم تدخل في شؤون الدول الأخرى، عدم التدخل في الشؤون الأخرى حتى لا نكون جزء من الصراع، حتى لا يتم حسبنا على طرف من الأطراف. في الواقع عندما نتحدث عن الإسلاميين، ويمكن أحد الفرضيات كانت بأنه النظم الإسلامية الجديدة في مصر وتونس ستدعم الإخوان المسلمين في فلسطين وستدعم حماس، عندما أنظر إلى المشهد الحالي يبدو أتساءل من الذي يدعم من؟ حماس والإخوان من يدعم من؟ لأنه يبدو أحيانا عندما نرى الاتهامات في مرسي بالتخابر مع حماس، وكأنه كانت حماس هي التي تدعم النظام المصري، وكأنه هو الصغير الذي يدعم الكبير. وفي الواقع ربما حماس يعني أخطأت أحيانا في أنها تصورت نفسها بأنها بالفعل قادرة على ذلك. يعني أنا لن أذهب للمظاهر التأييد الحالية التي تحدث لما يحدث في رابعة وغيرها، وأنا من الناس الذين لا أعتقد ولا أؤمن بكل الاتهامات والتورط العسكري، ولكن يعني بدي أختم بفقرة قالها هنية في صفاقس سنة 2012 توضح كيف أننا ربما وحماس ربما كان لها دور في توليد هذا الفكرة الخاطئة التضخيم. يعني إذا هنية كان ببشر الإسلاميين في تجمع كبير في صفاقس لحركة النهضة بيقولهم أنه يعني لا تخافوش من اللي راح يصير، وأن المشروع الإسلامي راح ينتصر وقادر على أنه يحقق إنجازات، فبيقول ربما أنكم ستحاصرون على خياراتكم الحرة والديمقراطية وعلى انحيازكم للإسلام
وقال نحن محاصرون، بحكي عن غزة، نحن محاصرون أيها الأخوة في غزة ولأكثر من 5 سنوات، لم نأخذ أموالا من أمريكا ولم نأخذ أموالا من أوروبا ولم نأخذ أموالا من الغرب، استلمنا الحكومة وكان عليها 2 مليار دولار ديون. أقول لكم أيها الأخوة والأخوات أن الحكومة اليوم لا يوجد عليها دولار واحد دين. يعني هذا 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 ما قاله إسماعيل هنية، وهذا نموذج، هذا نموذج لكيف كان الخطاب غير واقعي. علينا أن نعود إلى خطاب واقعي في تعاملنا، في توقعاتنا من الوطن العربي. علينا أن نعود إلى خطاب واقعي في تقدير قوتنا. علينا أن نعود إلى الواقع بمعنى أن نفعل عملنا الذاتي. شكرا. شكرا دكتور أحمد. دكتور جورج تفضل. شكرا. شكرا يعني للطفك يا دكتور أحمد. سؤال هنا، من هو صاحب القرار الفلسطيني للذهاب للمفاوضات؟ في علم البلاغة هذا يسمى سؤال خطابي بالإنجليزية rhetorical question، أي أنه من جهة يحمل في طياته الإجابة ومن جهة أخرى يقصد به توريط أحد المتكلمين. ولكن أعتقد بالرغم من ذلك أنه معروف. مثلا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نعم، اللجنة التنفيذية لم تقرر بهذا الموضوع، ولا حتى وكان هناك أوساط داخل حركة فحين في المجلس الثوري ناهضت وعارض. واضح أنه ليس فقط الرئيس أبو مازن لوحده، وإنما القيادة الفلسطينية. وعبارة القيادة الفلسطينية لا تعني تحديدا اللجنة التنفيذية، وإنما تعني مجموعة أشخاص، أولا الرئيس طبعا ومن يستشيره سواء كان داخل اللجنة التنفيذية أو خارج اللجنة التنفيذية، سواء كان ذلك كان هذا الشخص أو الأشخاص من حركة فتح أو من خارج حركة فتح. هلا ونعرف الظروف، هناك كانت ضغوطات كبيرة على الجانب الفلسطيني. هذا موضوع نقاش لا أريد الآن دخول فيه لأنه يعني يخرج عن الموضوع. أين نحن من الربيع العربي؟ هل هناك ربيع عربي فلسطيني، ربيع فلسطيني قادم؟ اللحظة ليست مناسبة الآن للانتفاضة الثالثة بسبب الوضع العربي. يعني هذا الموضوع يثير جملة من القضايا، لا أدري يعني إذا كان هناك متسع للحديث عنه. ولكن أولا أقول، هل هناك ربيع فلسطيني؟ هذه الأمور لا تحدث عادة بقرار. إذا نظرنا إلى الانتفاضة الأولى على الأقل لم تحدث بقرار فلسطيني، أما الانتفاضة الثالثة موضوع آخر، ربما يعني على مرحلتين. في مرحلة الأولى إذا تذكروا ذهاب شارون إلى المسجد الأقصى ثم ما تبع ذلك، وكان هناك رد فعل طبيعي وعفوي لذهاب إلى المسجد الأقصى مثل ردود الفعل الذي حصلت في القدس قبل بضعة أيام لمنع دخول جحافل من المستوطنين. قام الناس يعني لحالهم، لا كان أوامر في من القيادة ولا إيش. فالانتفاضات أحيانا لا تحصل بقرار، أما إذا كان الوضع صحي أم لا هذا سؤال مستقل. أنا ما قلته أو بإشارة سريعة هو أن الولايات المتحدة تدرك ودول أخرى تدرك أن أي انتفاضة ثالثة في فلسطين سواء كانت مرغوب فيها أم لا ستكون في صالح الأطراف الذين هم مناهضون لهم الآن أو يسعون لإحداث تغيير في سياساتهم، مثلا إيران وسوريا وحزب الله تحديدا، وبالتالي هم يدركون الصورة الاستراتيجية ويفهمون أن البعد الفلسطيني موجود في الوضع العربي بشكل عام لدى الجمهور، وأنه لم يختفي سوى ما أنا أسميته على السطح. يعني ومن الواضح أنه يعني في قضايا مستجدة في مصر أنه من الضروري التوجه لها. والقضية الأساسية اللي حاولت أبينها أن الجمهور العربي يتفاعل مع فلسطين كرد فعل لما يحصل في فلسطين، وإذا لم يحصل شيء كما هو لم يحصل شيء خلال السنوات الماضية لا يوجد شيء للانتصار له، وبالتالي المبادرة هي فلسطينية. أنا لست خائفا على مستقبل مصر ولا عودة للحكم الأمن الأخ عبد الفتاح غني. يعني الواقع هو يعني إن قرأت الصورة هو الأمن عاد الآن في أمن يعني، وهي مشكلة. يعني أنا كنت أتوقع إنه أن يكون هناك إعادة تموضع في التحالفات لاحقنا، مثلا أنه أن يقوم الإخوان بالتحالف مع مكان معارضة أيام مرسي. لم يحصل هذا، ولكن ما حصل مؤخرا استرع الانتباه لظاهرة مهمة، ظهور تيار جديد أعلن عن وجوده قبل 4 أيام
في بيان اسم التيار جبهة طريق الثورة أو جبهة انتصار الثورة. إذا حدا بده بحط على الانترنت وبشوف شوف البيان الأساسي. يعني هم مدلكين الآن في بعض الأطراف يعني مجموعة 6 إبريل بشقيها بالإضافة لآخرين إنه الآن في خطر العودة للنظام القديم، والآن راح نشهد بداية حراك سياسي جديد لانفصال التحالف الموضوعي اللي كان موجود ضد الإخوان بين العسكر من جهة وبين المعارضة ضد حكم مرسي من جهة أخرى. التحالف الموضوعي اللي كان موجود سنجد الآن بداية انفصام هذا التحالف على الأقل مع هم مع الأشخاص اللي كانوا بالثورة، المجموعات كانوا بالثورة، سيبتعدون عن أي مسعى لعودة حكم العسكر أو حكم الأمن. وهذا التحول الجديد أي جبهة طريق الثورة وبيانها التأسيسي واضح جدا أنهم ليس ضد حكم العسكر وضد حكم الإخوان، قالوا هذا بوضوح، هذا بداية تطور جديد. وبالتالي يعني ما زال الوضع في مصر في حركة ديناميكية، وأقول في النهاية أن الثورات لا تقاس بأيام ولا تقاس بسنوات. أنا أرغب مثلا في رؤية ماذا سيحصل في مصر بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد 15 عاما. وأذكر أن الثورة الفرنسية أخذت 95 عام حتى يستقل النظام الجمهوري، ولا أعتقد شخصيا أنه سيمر 95 عام حتى يستقل الوضع في مصر. ولكن لا تقاس الثورات بأعوام أو حتى عقود، سنرى مراحل، سيكون هناك مراحل، وفي كل مرحلة سيكون هناك قضايا وستكون وقدر الموضوع حول ماهية القضايا. وفي النهاية أقول توقع الشخصي أن التغيير سيكون تدريجي، لا أرى تغييرا جذريا سيحصل في مصر لأسباب مختلفة من بينها الأطراف الخارجية الضاغطة على وضع مصر. سيكون هناك تتحول الثورات في تقديري إلى مسعى إصلاحي تدريجي. وأتوقف. شكرا، اسمحوا لي أن أشكر كل من الأستاذ فيصل ودكتور أحمد وجورج، وأيضا أشكر حمد الشكورة اللي ساعدنا وشاركنا في إدارة الجلسة، والأستاذ عمر شعبان، ولكل الزملاء والحضور في غزة شكرا لكم. ونلتقي الساعة 3:30 تماما، سنبدأ الجلسة الأخيرة، جلسة حوارية مع المجموعة من المشاركين.